صباح الخير على حضراتكم واهلا بكم معنا في فقرتنا الطبيه، الفقره اللي متعودين دايما نقدمها لحضراتكم في اخر فقرات صباحك عندنا، ومستمرين اكيد في سلسله فقراتنا عن الجمال والتجميل اللي بيقدمها لنا مركز نبض. والنهارده هنتكلم عن المشاكل اللي ممكن تتعرض لها بشرتنا في فصل الصيف نتيجه طبعا الجو الحار، والاهم من ده كله هنتكلم عن ازاي نحافظ على بشرتنا في فصل الصيف، ولو حصل مشكله ازاي نقدر نحل كل المشاكل دي. خلونا نبدا فقرتنا مباشره ونرحب بضيفتي وضيفه حضراتكم النهارده، دكتور ايمان مصطفى اخصائي الجلديه والليزر بمركز نبض. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، منورانا النهارده. صباح النور دكتور. يعني قبل ما نتكلم طبعا عن فصل الصيف والمشاكل الكتير، بس عايزين نعرف ايه اهم واكتر المشاكل اللي بتتاثر في بشرتنا بيها في فصل الصيف. هو فصل الصيف بيبقى حراره شديده ورطوبه شديده، بيأثر على كل انواع البشره بالسلب للاسف. بالنسبه للبشره الجافه بيعمل لها تقشر زياده، لان هو بيبخر الميه الموجوده فيها، فبالتالي بيزيد الجفاف بتاع البشره، وبيبقى فيه قشور بيضاء عليها يعني، وممكن التهابات شديده واسمرار، اكتر بتبقى اكتر عرضه للاسمرار وظهور تجاعيد بسيطه يعني، لان اشعه الشمس بتاثر اكتر الناس على الناس اللي هم ذوي البشره الجافه يعني. نقدر نقول ان البشره الجافه هي البشره الاكثر عرضه للمشاكل في فصل الصيف؟ لا، انا اقصد من ناحيه التجاعيد، ان هو ياثر عليها بتجاعيد او بجفاف اكتر. تمام. لكن هي البشره الدهنيه برضو ما يعني برضو بيبقى ليها اثار سلبيه. دهون. طبعا بيبقى في افرازات دهون زياده، في حب شباب، في اللمعه اللي هي مش لطيفه ما بيحبوهاش. بيبقى الشعر برضو بيتأثر، بتزيد القشرة في الشعر الدهني، والشعر الجاف برضو بيبقى فيه التكسير بيزيد أو التقصف، والتجاعيد بقى والهشاشات نتيجة الرطوبة العالية في الجو. فالصيف بيبقى للاسف فيه مشاكل كتير شويه. طيب لو اتكلمنا عن البشره الدهنيه، من اكتر المشاكل اللي بتعاني منها البشره الدهنيه سواء في الصيف او في الشتاء، لكن بتزيد في فصل الصيف بالتحديد، الحب الشباب. تمام. ازاي نقدر نتخلص من حب الشباب؟ وطبعا اللي بتبقى المشكله الاكبر اثار حب الشباب، نتخلص من المشكلتين دول ازاي؟ هو حب الشباب يعني لازم ليه عنايه من سن صغير جدا. تمام. لان هو بيظهر اصلا في فتره المراهقه او البلوغ. فلازم طبعا يعني ما تتعرضش للشمس كتير، ما تاكلش حاجات فيها دهون كتير زي المكسرات او الشوكولاتات والحاجات دي. لازم الصابون او الغسول اليومي معين. طبعا حاجه مخصوصه لحب الشباب او البشره الدهنيه، بيبقى من مرتين لتلاتة في اليوم. دي صورة لحب الشباب، مشكلة طبعا في سن المراهقة. لازم طبعا ما تلعبش فيها عشان حاجة زي دي مثلا، لانها بتعمل ندبات، اي لعب فيها او انها تحاول تشيل الحب الشباب بايدها بيخلي المشكلة تزيد اكتر. طبعا بيعمل الندبات دي على طول فورا. تمام. دي يعني الايديال بيكتشر يعني. بحسب الحالة بقى، لو هي بسيطة شوية بندي مجرد كريم مضاد حيوي موضعي مثلا، طبعا مع العناية اليومية زي ما قلنا، غسول تونر، الكريم اللي هو يبقى فورملة خفيفة يعني. أوكي. مش دهني. برضو لو الموضوع شديد شوية بندي حاجات بالفم، كبسولات بالفم مثلا مضاد حيوي. تمام. بس ممكن برضو نعملها تقشير كيميائي عندنا. في حاجات فيها ساليسيليك اسيد، دي بتساعد بتقلل افرازات الدهون وكمان بتقشر الجلد. اما طبعا بقى اثارها دي اللي بتحتاج بقى جلسات، بقى كذا جلسه تقشير كيميائي، كذا جلسه تقشير بالليزر، بتبقى محتاجه بقى وقت شويه. طب يا دكتور، يعني طب لو الاثار دي عباره عن حفر بنقدر نحلها برضو؟ ما الحفر دي هي فراكشنال ليزر، دي فعلا اهم حاجه ليها. تمام. لان الفراكشنال ليزر زي ما قلنا ان هو بيعمل تسطيح، وفي نفس الوقت بيحفز الجلد لبناء نفسه تاني، تكوين الكولاجين تاني. أوكي. فالندبات دي بتعلى الجلد عالي تاني وبقى ناعم زي الاول، ابتدى يرجع لشكله الطبيعي. بس حسب شده بقى الندبات بنحدد عدد الجلسات هيبقى قد ايه يعني. تمام. طب البشرة الدهنية يا دكتور في الصيف بتبان بتلمع قوي والدهون بتبقى باينة فيها قوي، ازاي نقدر نحل المشكلة دي؟
هي اللمعه طبعا دي تبقى مضايقه البنات الصغيرين جدا، بتخلي لو ما شكل الوش باهت كمان، انه تمام. بتبين لون البشره اغمق فعلا. وكمان الميك اب بيتمسح فورا طبعا. ما بيقعدش على البشره. احنا زي ما قلنا العنايه اليوميه هتساعد ان الوش يبقى شكله لطيف في الفتره دي، يعني زي ما قلنا غسول ممكن مرتين لثلاث مرات في اليوم. تمام. ده بيساعد على تنظيف البشره والمسام ما يتراكمش فيها مثلا اتربع او اي حاجه من الجو يعني. تمام. بعد كده لازم تونر بعديها عشان غلق المسام، ده مهم جدا. وزي ما قلنا اتباع بقى اللي هي الهيلثي لايف ستايل، يعني تاكل اكل معين، تشرب ميه كتير، تحاول ما تتعرضش للشمس قوي، تحط سان بلوك مناسب لبشرتها. لازم كمان تبقى حذره قوي في استخدام الكريمز يعني اللي هي بتستخدمها، لان البشره الدهنيه طبعا مش عايزه حاجه اللي هي بتبقى اويلي او يعني فيها دهون كتير يعني. تمام. طب دكتور بقى بالنسبه يعني للتجاعيد او الخطوط البسيطه اللي بتكون في البشره، هي طبعا اكيد بتزيد مع حراره الجو في فصل الصيف، بس ازاي بقى نقدر نعالجها؟ ويا ترى من المستحب ان احنا نعالجها قبل الصيف ولا اما نبقى في الصيف يعني نبقى نعالجها؟ هو انا بحب التجاعيد اول ما تظهر نعالجها فورا في اي فصل. أيوة. لان ده مهم جدا، لانه اولا مش هيبان بعد كده ان انت عامله حاجه لما تيجي تعملي، وكمان هيقلل التكلفه، بدل مثلا ما هتاخدي كذا كميه بوتوكس معينه لا هتقللي الكميه، او فيلر هتحتاجي لو استنيتي كتير هتحتاجي بقى بوتوكس وفيلر وكذا جلسه وكده. الخطوط البسيطه ممكن على فكره نعمل لها بي ار بي مثلا، يعني لو هي في الاول خالص بي ار بي ده ممكن نجيب نتيجه كويسه قوي معاها. تمام. فراكشنال ليزر ممكن يعمل نتيجه برده كويسه. يفضل برده نحقن لها بوتوكس في الاول عشان نقلل شويه من قوه انقباض العضله. تمام. بس ده الخطوط اول ما تظهر دي الحاجات اللي بنفضل نعملها يعني. يعني اول ما نشوف فيه خطوط حتى لو بسيطه جدا في بشرتنا نبتدي على طول نلجا للعلاج. تمام. طب دكتور قولي لي علاج التجاعيد بيأثر على نضاره البشره؟ يعني ممكن انا بشرتي بهتانه وما فيهاش نضاره، بس مجرد ان انا احل مشكله التجاعيد البسيطه فالنضاره ترجع لبشرتي مره ثانيه؟ هو التجاعيد اصلا يعني حاجه من اهم مسببات ان مبقاش في نضاره بشره. ما هي نضاره البشره ان انت تبقى البشره ناعمه ما فيهاش اي تجاعيد، تكون رطبه، تكون لونها واحد، تكون يعني ملمسها ناعم. فالتجاعيد من اهم اسباب ان يكون البشره باينه انها ما فيش نضاره، ما فيش الاشراق اللي هو المفروض يبقى موجود يعني. فالتجاعيد طبعا لا بتغير المنظر وبتحسس الناس اللي قدامك ان انت وشك مجهد وتعبان، متكشره، يعني مجهده تعبانه يعني. تمام. يعني احنا بنعمل البوتوكس فعلا بيبان اللي هي ايه الفريش لوك، يعني فعلا ان انت مرتاحه، لان هو زي ما قلنا بيعمل استرخاء للعضلات فبيبان صحيح. الوش مرتاح. طب دكتور، طب لو الناس بقى وصلت معاهم مرحله التجاعيد لمرحله الترهل او التهدل في البشره، بنقدر نحل المشكله دي؟ والناس بقى يا دكتور اللي بيبقى عندهم المشكلتين، يعني اماكن معينه مثلا بيبقى فيها خطوط بسيطه واماكن ثانيه فيها تهدل، تمام. بنقدر نحل المشكلتين مع بعض؟ هو طبعا هو التهدل ده دلوقتي خلاص بنعمل الخيوط في جلسه واحده، حاجه بسيطه جدا، مش عمليه معقده زي ما الناس بتعتقد يعني. هو عامل زي الحقن بالظبط، لان دلوقتي في خيوط بتبقى الخيط في النيدل نفسها او في الحقنه نفسها، بنعمل زي الحقن وبندخل الحقنه ونطلع بالخيط، هو بخطافات او الهوكس دي بتشبك في الجلد من تحت. فعمليه بسيطه جدا هنا زي ما شايفين في الصوره، كان في تهدل جامد ساجن اللي هو الساجن في الجو لاينز بالخيوط، بتبقى دي النتيجه شبه دي بالظبط. تمام. بالنسبه لو في خطوط ثانيه بسيطه في حته ممكن نعملها في نفس الجلسه، مفيش مشكله. يعني الموضوع كله ممكن ياخد نص ساعه يعني. تمام. طب دكتور، يعني العلاج بالخيوط العلاجية، في نقط معينة في الوجه بيتم استخدام الخيط في النقط دي بس، ولا ده على حسب المشكلة بنشوف هنستخدم الخيط فين؟
هو دلوقتي الخيوط بنستخدمه في حتت كتير جدا. يعني احنا ممكن نستخدمه مثلا زي الصوره اللي فاتت في تهدل الخدود، ودي من اول الاماكن فعلا اللي صحيح. بيحصل فيها تهدل نتيجه للجاذبيه وكده يعني. في برضو اللي هي التهدل هنا في المارينيت لاينز برضو ممكن نعمل شد خيوط من تحت. الحواجب مثلا برضو ممكن نرفعها بالخيوط. الرقبه من الاماكن اللي طبعا اللي بنعمل فيها خيوط جدا وبتجيب نتائج كويسه. فحسب المكان اللي فيه المشكله بنعمل الخيوط. دي اماكن اهي زي ما قلت في عند الحواجب ممكن نعمل رفع الحواجب بيها، الخدود الجو لاينز، النيزوليبيال فولس اللي هي بين الانف والفم برضو ممكن نعمل بيها، والرقبه. فدلوقتي اماكن كتير يعني في خيوط بقت استعملتها كتير. الفعاليه يا دكتور للخيوط العلاجيه بتستمر قد ايه؟ ويا ترى في مثلا امور معينه او نصايح معينه انا مفروض لو عملت الخيط امشي عليها عشان يعني ازيد من فعاليه الخيط؟ هي الخيوط بتستمر يعني من 3 لـ5 سنين. حلو جدا. واحنا ما بنعمل خيوط بندي تعليمات للكلاينت يعني بتاعنا ان هو ما يعملش مثلا يعني تعبيرات بوجهه حاده مثلا او كبيره لمده يومين ثلاثه مش اكتر يعني. انه ما ينامش على جنبه مثلا لمده اسبوع يحاول ينام على ظهره. ان هو ما يعملش برده تمارين رياضيه او حاجه لمده اسبوع. ما يعملش مساج لوشه او يعني حكه او حاجه. برضو يفضل ما يعملش هير ريموفال او تقشير او اي حاجه لمده اسبوع. بس دي التعليمات اللي هي بتبقى بعد الاجراء اللي على طول يعني، لكن بعد كده عادي بيبقى نورمال. طب دكتور حقيقي ان الخيوط العلاجيه بترجع نضاره البشره مره تانية مش بس بتعالج التهدل؟ فعلا، لان هي في مكان الخيط نفسه بيعمل الفايبوزس اللي هي الفايبر بلاست دي بتحفز تاني تكوين الكولاجين والالاستين. يعني هي بتبقى نضاره كمان يعني ممكن حتى يعني كانها نضاره مستمره في البشره يعني. تمام. طب البقع بقى والتصبغات يا دكتور اللي بتظهر في البشره، ازاي بنقدر نحل المشكله دي؟ وهي اساسا ايه الاسباب اللي ممكن بتخلي في بقع او في تصبغات بتظهر في وشنا؟ هي البقع والتصبغات يعني ممكن حاجه وراثيه زي اللي هي النمش او الفريكلز دي، او طبعا ممكن من اشعه الشمس، حاجه زي الملازمة مثلا في الحمل، استخدام بقى كان حساسيه لبرودكت او حاجه كيميكال معينه يعني، اثار حب شباب، يعني في اسباب كتير قوي للتصبغات. وما بقتش مشكله خالص عندنا التصبغات زي زمان، بتبقى سهله جدا. في حاجات عندنا زي التقشير الكيميائي، يعني صوره زي دي تقشير كيميائي باين قوي النتيجه طبعا. بنستخدم اللي هي احماض الفواكه. هنا النمش. نمش بنستخدم تقشير كيميائي برضو. سوري اسفه، تقشير بالليزر. يعني مثلا النمش ده تقشير بالليزر. النمش بالحاجات الناس كتيره بيقولوا ان ملهاش علاج، بس دلوقتي فعلا بقى لا الليزر بيجيب معاها نتائج كويسه جدا. حلو جدا. وهو بيبقى اختيار يعني الاول لينا بصراحه في مواضيع في النمش بالذات. في طرق تانية ممكن نعالج بيها التصبغات يا دكتور؟ هو في حاجات فيتامينز معينه بالميزوثيرابي بنحقنها، دي بتجيب نتيجه كويسه برضو. في حقن جلوتاسيون دي برضو كويسه قوي، يعني بتعمل تفتيح وفي نفس الوقت بتعمل وقايه من الشمس، كانها يعني بتعمل سان بروتكشن يعني ليها اثار كده يعني. كمان بتمنع تكوين الميلانين، في الجلوتاسيون ده من الحقن برضو اللي بنستعملها كويس. تمام. طب دكتور التصبغات اللي بتبقى حوالين العين او اللي احنا بنسميها الهالات السوداء ليها علاج برضو؟ طبعا البي ار بي من الحاجات تمام. الممتازه في الهالات السوداء. وفي الكربوكسي برضو، دي من اهم الحاجات في الهالات السوداء. وطبعا مع يعني النوم كويس، شرب الميه كتير، لان لما تكون البشره رطبه ما فيهاش جفاف او كده هتحافظي على المنطقه اللي حوالين العين دي، لانها طبعا منطقه الجلد بيبقى فيها رقيق جدا بتاثر باي حاجه. تمام. مشكلة التعرق بقى يا دكتور، ناس كتيرة عندها يعني بيبقوا محرجين جدا من المشكلة دي لدرجة ان هم بيتكسفوا مثلا يسلموا على الناس. دلوقتي بقى ليها حل، عايزين نعرف حلول بقى مشكلة التعرق الزائد.
البوتوكس طبعا ده حل مشكلة التعرق تماما. تمام. بناحية ان البوتوكس بيبقى يعني في كل الاريا او المنطقه اللي احنا عايزينها، في كف الايد مثلا او الاندر ارمز، برضو بتبقى جلسه واحده بيظهر اثرها بعد حوالي اسبوعين. تمام. وبتستمر برضو زي بوتوكس اللي في الوجه، بتستمر برضو 8 شهور سنه. بس طبعا كويسه جدا الطلبه اللي كانوا بيعانوا بقى اثناء الامتحانات او هما بيكتبوا او مواقف محرجه زي ما بتقولي. صحيح. لا ممتاز دكتور، هو في اسباب اساسا ممكن تكون هي اللي مسببه مشكله او فرط التعرق ده؟ هو سبب يعني استرس طبعا، في طبعا جين يعني هو بيخلي الواحد قابل للمشكله دي، لكن الاسترس بيزود الموضوع. يعني ممكن تلاقي حد مثلا بعد ما خلص الثانويه العامه ما بقاش يعرق زي الاول. تمام. مثلا واحد بعد ضغط شغل معين حاسس ان هو ما بقاش زي الاول، فالاسترس بيزود جدا مشكله التعرق. تمام. طب دكتور بقى عايزين نعرف ازاي نحافظ يعني على جمال بشرتنا وشعرنا خصوصا طبعا في فصل الصيف. هو لازما يعني اللايف ستايل يعني تبقى هيلثي، يعني نشرب ميه كتير، ناكل اكل غني بالفيتامينز، نبعد عن الفاست فود، ننام 8 ساعات ويكونوا بالليل مش الصبح، عشان في ناس بتنام 8 ساعات الصبح. لان ده بيجدد خلايا البشره طبعا. صن بلوك الصبح ده ضروري جدا. كريم عناية بالليل. اي مشكله زي ما قلت فورا نسال الطبيب على طول، لان حل المشاكل اي مشكله تظهر في الاول بيخليها بسيطه يعني. طب بقى لو ما عندناش مشاكل لا في بشرتنا ولا في شعرنا، لكن محتاجين عوامل وقائيه، يعني عايزين كورسات معينه نمشي عليها علشان بشرتنا تفضل نضره وشابه وشعرنا يفضل شعر صحي. تمام. البشره مثلا الجافه، انا بحب مثلا لو هي بتعاني من جفاف البشره جدا انها تجيلي مثلا جلسه كل شهر. تمام. بحقن لها ميزوثيرابي بمواد معينه. أوكي. البهتان بقى والبشره الشاحبه بتاعت البشره الجافه دي بتنتهي المشكله دي بالنسبه لها تماما. بالنسبه للبشره الدهنيه برضو بنحب اعمل لهم تقشير سواء كيميائي او فراكشنال زي ما قلنا، لان ده بيقلل افراز الزيوت وبيخلي كل ما يبقى الزيوت بتقل هتقل مشاكل البشره الدهنيه معانا. فدي من الحاجات اللي بحب ان هي تبقى كوقايه ان هم يعملوها. يعني بالنسبه للشعر بقى، ايه الكورسات اللي ممكن نعملها عشان تحافظ على جمال شعرنا؟ الشعر احنا عندنا البي ار بي ممتاز للشعر جدا، وما بنحقنوش لوحده، بيبقى ساعات معايا حاجات برضو ميزوثيرابي زي فيتامينز معينه للشعر. يعني دي كلها بتحافظ على الشعر، بتنعمه، لان طبعا في الصيف بالذات كمان بيبقى فيه الرطوبه وكده، بيعمل زي ما قلنا الهيشان والتجاعيد اللي في الشعر دي، فالكورسات دي بتبقى كويسه قوي. تمام. طب دكتور عايزين حضرتك بقى تكلمينا عن العروض اللي بتقدمها لنا مراكز نبض خلال فترة الربيع. هو مركز نبض طبعا فصل الربيع عامل عروض اب تو 50% يعني. تمام. على كل خدمات مركز نبض. يعني الناس لما تشرفنا ان شاء الله هتلاقي اوفرز ممتازة. تمام. دكتور يعني احنا اتبسطنا جدا بوجودك معانا، لكن للاسف وقت فقرتنا انتهى. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمان مصطفى، اخصائي الجلديه والليزر بمركز نبض. بشكر حضرتك مره ثانيه. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، فقرتنا الطبيه انتهت، وانتهت معها اكيد فقرات صباحك عندنا. بنتمنى لحضراتكم يوم سعيد وموفق، لكن قبل الختام هنسيب حضراتكم مع تقرير من مركز نبض، ونشوفكم على خير بكره ان شاء الله.